السلام عليكم. اليوم 12 يناير 2022 دار الوزارة صدرت واحد المذكرة بخصوص مواعيد إجراء الامتحانات الموحدة المحلية، يعني الامتحانات ديال السادس المحلية على صعيد المؤسسات التعليمية وإجراء ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة. إذا خلاصة هذه المذكرة هذه هو أن الامتحان المحلي على صعيد المؤسسة، يعني الامتحان ديال السادس بالنسبة للتعليم الابتدائي، يعني السيكل الابتدائي، غادي يكون نهار 1 و2 فبراير 2022، يعني الشهر الجاي إن شاء الله 1 و2 فيه غيكون امتحان ديال السادس. دابا ندوزو للمراقبة المستمرة. ألوغ بالنسبة للمراقبة المستمرة ديال التعليم الابتدائي غتكون ما بين 24 و29 يناير، يعني الفرض الثاني غيكون ما بين 24 و29 يناير. ما بين 25 و31 يناير غادي يكون مسق ديال النقاط، يعني غادي ندخلوا النقاط في مسار، وابتداء من 4 فبراير غادي نسطروا النتائج. اذا ابتداء من 4 فبراير غتكون النتائج موجوده وغتوزع على التلاميذ قبل العطله. داكوغ، هنايا غندوزو للمرحله الثانيه، هي ديال بالنسبه للاعدادي، الفروض المراقبه المستمره ديال الاعدادي. اذا اخر الفروض غتكون ما بين 24 و29 يناير بحال الابتدائي. بالنسبه لمسك النقاط غادي يكون ما بين 25 و31 يناير، غيدخلوا الاساتذه غيدخلوا النقاط في مسار، والنتائج غتكون موجوده ابتداء من 4 فبراير. الوغ بالنسبه للثانوي غتكون المراقبه المستمره، يعني اخر الفروض غتكون ما بين 27 و2 فبراير، ومسك النقاط ديال اخر الفروض يعني غيدخلوها في مسار ما بين 28 يناير و 3 فبراير، والنتائج غتكون موجوده ابتداء من 4 فبراير. اذا هذه هي المواعيد ديال اجراء الامتحانات.